انطلقت فعاليات القافلة الاجتماعية قوافل الخير التي تنظمها مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأرمان، وذلك بمركز زفتة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأشار محافظ الغربية طارق رحمي إلى تنفيذ 217 قافلة متنوعة، وأوضحت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم توزيع 500 مساعدة اجتماعية لأهالي قرية نهطاي تتكون من كرتونة مواد غذائية ولحوم ومستلزمات معيشية.